طبعا هذا المقطع الأخير فيما يخص الفارماكوكينيتيك باراميترز. البقالنا هو الهالف لايف، الهالف لايف اللي نسيت أذكره بالفيديو السابق، إنه الإليمينيشن ريت كونستانت الوحدة مالته هي ريسبروكال أوف تايم، ريسبروكال يعني واحد على أور، واحد على داي، واحد على منت إلى آخره، هاي فقط الوحدة. نجي إلى التي هالف. بالنسبة إنه كتي هالف، بالنسبة إنك تي هالف هو معروف إنه التايم that lead to concentration fall into half، يعني الوقت اللي نحتاجه حتى نقلل concentration إلى النصف. طبعا الهالف لايف depends on parameters اللي هي الكليرنس والفوليوم اوف ديستريبيوشن. منين جبنا هذا الكلام؟ لأن احنا قلت لكم التي هالف هو يساوي لنا 0.693 من الـ K elimination ضمن اكو فد اشتقاق ومطلوب منكم، بس راح تطلعون عليه بالمحاضرة بنفس المعادلة اللي حكيناها بالمقطع السابق. نعرف الـ K elimination قلنا اكو معادلة هو يساوي الـ clearance على الـ volume of distribution، فهاي الـ volume تصعد هنا والـ clearance تبقى هنا، فراح تعطينا انه الـ half life يساوي 0.693 volume على clearance، فيعتمد على الفوليوم ديستريبيوشن وعلى الكليرنس. هاي بالنسبة لنا يعتمد. الفائدة منه شنو؟ هو طبعا فائدته يسوي لنا determination of three important factor or parameters سموه بأي شيء، انه يحدد لنا ال time for elimination of a drug، ايش قد وقت عندي حتى يصير elimination of a drug تقريبا، يعني نقدر نعرف ايش قد صار، نص elimination، نص او ثلاثة ارباع او 90% الى اخره من elimination، وراح اراويكم اياها مخطط ان شاء الله. وال time to steady state concentration، steady state concentration و steady state طبعا concentration steady state، واخر شيء حدد لي ما يسمى بال dosage interval، وهذا كلش مهم. يعني شنو اللي خلالي اخذ مثلا الديجوكسين وانس ديلي، اخذ الفانكومايسين مثلا مرتين باليوم او ثلاث مرات باليوم او مره باليوم، هذا راح يحدده هو الهالف لايف، وهذا شيء مهم جدا. طبعا راح نرمز الى الدوزج انترفال ما يسمى بالتاو، هاي بالنسبه للهالف لايف. لو نيجي طبعا الهالف لايف التايم اليمنيشن هو نفس الستيدي ستيت كونستريشن، الهالف لايف يحدد لي ايش قد كم عادة حتى نوصل steady state concentration نحتاج فأربعة إلى خمسة هالف لايف، تقريبا راح أوصل إلى steady state concentration يحتاج لي من أربعة إلى خمسة هالف لايف، بغض النظر عن الجرعة اللي تنطيها، وإنما الجرعة راح تحدد لك الليفل اوف steady state، هل steady state مثلا هنا أو هنا. أما في حال انطيت 4 على 5 هالف تحدد لك الوقت اللي يحتاج حتى نوصل الى ستيدي ستيت، فلذلك قلت لك يوصل التايم تو ستيدي ستيت كونستريكشن. فنفرض مثلا يعني اعطينا دراج على شيء صيغه اورال، دا اعطي مثلا جرعه 100 ملغ، خلينا نفرض انه دا اعطي 100 ملغ، العفو يعني دا اعطي جرعه بحيث توصل لي 100 ملغ بير مل مثلا او بير ديسيليتر او بير لتر اي شيء بالبلاد ككونستريكشن. فأول جرعة راح نطيها هو وصلت إلى المية، طبعاً أنا نطيت هاي الجرعة أبدأ وصل concentration إلى المية، بعد هالف لايف واحد المية راح تصير إيش قد؟ تصير 50. أجي أطيت جرعة ثانية الـ50 accumulated بالبودي إيش قد راح تصير؟ راح تصير تقريباً 150. إجت هالف لايف بعدها قللت لي إياها إلى 75. إجيت أطيت جرعة بعدها بعد هالف لايف ثالث طبعاً صارت 175 تقريبا، بعد ال 105 تقريبا نص ال 175 هو يعني خلينا نقول 1.87 تقريبا او 1.18 هي 9، فتصير تقريبا 1 عفوا النص ال 75 هو 87 تقريبا 87 point something المفروض نص. بعدين اعطيت الجرعة بالهالف لايف الرابع صار 1.87، راح هالف لايف صارت ما يقارب
93 point something. إذا نشوف بعد 1 2 3 4 half lives وصلت 93 بعد half life 1 accumulated. فمن نطي حاليا جرعة 100 راح تصير تقريبا 193 أو 194 لأن أكو بوينتات. الهالف لايف اللي بعده راح تقريبا يوصل لي 97 أو 96 point something. هذا تقريبا لون قريب من المية، معناته بعد كل هالف لايف أنطي تجي تصير 200 تنزل 100، تصير 200 تنزل 100. هذا الـ input rate يساوي لي الاوتبوت ريت اسميه ستيدي ستيت كونسنتريشن اللي يحتاجه تقريبا من 4 الى 5 هالف لايف تقريبا. شوفوا قلنا 93% 97% تقريبا من عده اللي هو شبه كامل شبه 100%، يعني الجرعه راح تكون متفاوته. فهذا نسميه ستيدي ستيت كونسنتريشن، ايش قد ما انطيت كميه جرعه ما راح يفرق، وانما الوقت هالف لايف، الوقت هالف لايف وحتى الانترفال ايش قد ما يصير عندنا 5 هالف لايفز راح تلقى صار عندك عفوا صار عندك الستيدي ستيت كونستريشن. طبعا حتى نتجنب هذا الخمس هالف لايف حطينا ما يسمى باللودنج دوز اللي حكيناها بالفوليوم ديستريبيوشن. يعني بعض الادويه الهالف لايف مالتهم طويل مثل ديجوكسين تقريبا 36 ساعه، فما اجي انتظر اني 5 في 36 ساعه تطلع لي كم يوم حتى اوصل. فنعطي مثلا رابيد ديجيتاليزيشن لو نعطي لودنج دوز حتى اوصل راسا الى الستيدي ستيت، بعدين انطي المينتيننس دوز اللي تعتمد على الكليرنس. فلذلك قلت لكم اللودنج دوز والمينتيننس دوز مهمات حتى نتخلص من هاي الفتره، من هاي الفتره. طبعا هاي ممكن تصير بالاورال، واذا كان عندنا انفيوجن اوف اذا كان عندنا انفيوجن اي في فراح يكون بهالطريقه هاي. حد ما يوصل هاي المرحله البلاتو هي الريت الانبوت يساوي لنا الاوتبوت. هاي بالنسبه الى الهالف لايف ك حتى يوصل للستيت. نفس الفكره بالاليمينيشن. هسه لو نجيب الاليمينيشن يعني ما راح ارسمه، موجود بالمحاضره عندكم هاي المحاضره. الاليمينيشن هنا نشوف انه هاي النسب اول هالف لايف 50% اليمينيشن، لان الاليمينيشن هو ريت 75 تقريبا بعد هالف لايف 2 87.5 اليمينيشن بعد 3 هالف لايف و93 و96 تقريبا بعد 4 الى 5 هالف لايف معظم الدراج صار بي إليمينيشن. نفس الفكرة فحددنا هنا time to eliminate drug والtime to reach to steady state concentration. آخر شيء نشرح هو شون يوصلنا إلى steady state concentration. العفو آخر شيء نشرح أنه شون dosage interval نحدده. dosage interval يحددوه طبقا إلى half life. شون يحددوه طبقا إلى half life بالتفاصيل هاي. نفرض كان عندك target concentration مالتك اللي تريد اللي احنا نسميه البيك اند تراف. من اعطي جرعه اورال مثلا او حتى لو اي في بولس مو انفيوجن، انفيوجن يكون بلاتو. مثلا اذا اريد الماكسيمم كونسنتريشن نسميه سي ماكس بالدم 20، والسي مينيمم نسميه سي مينيمم انه 10. هاي دا احكي بالانترفال، يعني دا اخذ حبايه مثلا كل 12 ساعه. من اخذ الحبايه بعد ما يصير ابزوربشن 20 يوصل لي، ومن قبل الجرعه بعد 12 ساعه هو 10. فهنا بدنا نشوف الفرق بين السي ماكس والسي مينيمم هو هالف لايف واحد. فبالحاله انطي التاو مالتي او الانترفال كل هالف لايف. نفس الحاله في حال انه مثلا هاي لو ثيرابتيك اندكس نحتاج هذا الفلات شيب، اما بعض الادويه ما بي مشكله، ما بي مشكله. يعني لو نرجع لهذا يعني مثل الانتي بايوتيك مثلا، لو نضرب مثل الانتي بايوتيك مثل الاموكسيسين نعرف الهاف لايف مالته قليل، خلينا نقول ساعه هيك شيء، بس احنا نعطي جرعه عاليه. فحتى لو بعد خمس هالف لايفز، حتى لو بعد خمس هالف لايفز هم يوصل الى الستيدي ستيت كونستريشن بعد خمس هالف لايف. يعني لو كان الانترفال مالتنا ما يهمنا البيك اند تراف، نشوف الاليمنيشن صار بعد خمس هالف لايفز، بعد خمس ست ساعات تقريبا من الجرعه الثانيه 96% راح. فمن اعطي جرعه ثانيه اخرى راح يرجع يعطيني الانبوت يساوي لنا الاوتبوت. وهاي فكره انه الستيدي ستيت كونستريشن وفكره شلون احسب الانترفال، وراح نحسبها ككالكوليشن فعليه بالمحاضرات الجايه ان شاء الله.